ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير. النهارده كده كنت يعني في اطار التحركات اليوميه، فشفت اللي بيحصل ورا سور مجرى العيون. خد بالك اللي انا بقوله لك ده في اطار الايه؟ في اطار اللي انت بتشوفه بعينيك. عشان كده دايما انا ادعوك انك تنزل، انا عايزك تنزل تتمشى في البلد ايا كان. يعني انا راجل من ابناء محافظه القاهره، حضرتك ممكن تبقى من اسكندريه، ممكن تبقى من الغربيه، شرقيه، انا المنيا، زي ما يطلع انزل اتمشى، انت مش هتخسر حاجه. تتمشى دي بقى على رجلك، تتمشى بالمواصلات، تتمشى بالعربيه، هتتبسط. هتتبسط ليه؟ لانك هتشوف بعينيك شكل التغيير. ايه اللي بيجرى ورا سور مجرى العيون؟ لازم تنزل تشوف بنفسك. اسهل حاجه ان انا هقعد اصور لك حاجات بالموبايل، او ان احنا هننزل حد من زملائنا يصور وينقل لحضرتك الصوره كامله. بس لما انت بتشوف احساس فعلا مختلف تماما، حقيقي مش هزار. عارف بالظبط كده زي ايه؟ لما نيجي مثلا ايه، نروح الاماكن المقدسه. يعني مثلا انا طول عمري بشوف الكعبه في التلفزيون، لما رحت عملت العمره احساس مختلف خالص، شايفها قدامي كده، انبهار، حاله روحيه شديده الاختلاف. هتيجي تقول لي هو المباني اللي بتتبني زي الكعبه؟ اقول لك والنبي الله يخليك فتح مخك معايا. انا بقول لك اللي بتشوفه بعينيك غير اللي بتشوفه من الشاشه. انزل اتفرج، هتلاقي سور مجرى العيون ده على ايامنا وقبلنا بشويه مكان صعب صعب، وفي كل حاجه صعبه. حلو كده؟ مكان صعب وفي كل حاجه صعبه. افهم انت بقى، كل حاجه صعبه، كل حاجه انت لن تقبلها كنت هتلاقيها هناك. في اكتر من كده ايضاح؟ حاضر. وضح، افصح، ابن. هاجي اقول لك والله عدم اهتمام بالناس، بيوت اي كلام خالص، نظافه مفيش، رعايه صحيه مفيش، رعايه تعليميه اي تعليم ومدارس مفيش، اجرام هتلاقي، كل حاجه هتلاقيها. يجي حد يجي يقول لك يا جماعه ما هو الناس المصريين دول مهما تعمل، لا مفيش حاجه اسمها كده. في فرق كبير جدا. اولا ما تنصبش نفسك حكم على ناس انت ما عشتش عيشتهم. انا بكلمك بجد، بلاش ننصب نفسنا فجاه ان احنا حكم على ناس ما عشناش عيشتهم، فنقول ايه مهما اتعمل لهم هيفضلوا يعملوا كده. لا مش هيعملوا كده. زي بالظبط ما حكيت لك امبارح على قصه الاسمرات. بالوقت الناس بتتغير، مفيش حد عاوز يبقى وحش. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نبقى كويسين مش علشان نبقى وحشين. احنا فطرنا على ان احنا نبقى كويسين، يبقى في عندنا خير جوه قلبنا. الظروف الوحشة بتخلينا نتصرف وحش. ده بالمناسبة جزء من التطوير اللي بيجرى في سور مجرى العيون. تيجي تقول لي ايه يعني في كتلة مش، اقول لك بيتم التنظيف ورا سور مجرى العيون، وبيتم البناء، وفي عمارات بالفعل اتبنت. والله 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 عمارات شكلها حلو جدا جدا، وكما جرت العادة الجيدة والسنة الحسنة اللي أصبحنا بنستناها ونمارسها، هي إنه البيوت بتتبني زي الفل، بتتشطب زي الفل، بتتفرش، بتتسلم للسكان. دي أصبحت سنة مصرية، بقت عادة، حاجة من الحاجات اللي خلاص الحكومة بقت بتعملها خلاص كده، وإحنا وهي مغمضة. ده الطبيعي، ما بقاش فيها مناقشة، ما بقناش مستنيين فيها ان احنا نعمل سلسلة طويلة من القرارات. القرار تم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية مرة ووجه بيه، انتهى الموضوع. فلما حضرتك هتنزل النهاردة وتتفرج على ورا سور مجرى العيون، هتشوف الفرق الكبير الشاسع العظيم، فرق السماء والأرض زي ما بيتقال. يتم الحفاظ على السور والطابع الأثري والطراز المعماري. وبالمناسبة العمارات معمولة هناك بالحفاظ على الطراز المعماري العام والتراثي اللي موجود في المنطقة. ده برضو يعني عشان أزيدك من الشعر بيت كده. فاللي حاصل انت بتعمل تطوير. انت متخيل؟ اولا انا في رأيي دايما ان المناطق بتاعتنا دي، لا مناطق القاهرة القديمة، عايز تسميها المملوكية، الفاطمية، كذلك القاهرة الاسماعيلية اللي هي زي وسط البلد وجاردين سيتي والزمالك وما الى ذلك، الاحياء اللي تم ابتكارها من ايام الخديوي اسماعيل بمرورا بالخديوي سعيد وهكذا حتى الربع الاول من القرن العشرين، بتنطق تاريخ. ده انا هنا بكلمك على مستوى القاهرة،
مش بقية ال27 محافظة، مصر بتتنفس تاريخ، بتتنفس حضارة وأصالة وجمال. الأحياء دي أنا في رأيي دي أغلى أحياء تبقى موجودة في الجمهورية، الأحياء اللي هي مليانة تراث وعراقة وأصالة وحضارة. وأنا ما بفهمش كلمة إنها اسمها أحياء شعبية فيبقى السعر فيها حنين، لا، ده أحياء شعبية دي يعني هي الأحياء الأصلي الحقيقي من بتاع زمان، ناس عايشة في وسط الحضارة والتراث، لازم تعيشهم عيشة صح. مين اللي تسبب في كل هذا الإهمال؟ ناس للأسف، ناس مين؟ البني آدمين المواطنين العاديين. هقول لك لأ، اللي عمل كده اللي كان مسؤول، لأنه ساب الأوضاع تتفاقم كده وما يحاولش يحط إيده بالتغيير. ليه؟ عشان خايف، خايف لحسن بعدين يحصل حاجة ولا محتاجة الكرسي يتسحب. اللي موجود دلوقتي ما بيفرقش معاه كراسي، فارق معاه يرضي ضميره وربنا سبحانه وتعالى. حلو، فتلاقي انه تحصل النظافة ويحصل الترميم وإعادة سور مجرى العيون بإذن الله سبحانه وتعالى إلى حالته الأولى وقت أن وضع، علشان خاطر يوصل المية لحد القلعة فوق على الجبل. طيب والمنطقة اللي حواليه كلها بتتطور، بيتعمل لها بالتعريف الجديد كده ديفلوبمنت، ريل استيت ديفلوبمنت، تطوير عقاري، بيتم تطوير المنطقة بالكامل عشان الناس لما تعيش هناك تعيش حياة حلوة، حياة نظيفة، حياة تساعدهم ان هم كمان تبقى ايدهم فاعلة بإيجابية والبلد دي بتتبني. ده بس يعني ايه وجب التنويه. عشان كده يعني انا سعيد جدا كمان ان ما كنتش محضر ده مع زمايلي، فرحوا ملحقيني على طول باللي بيجرى في مجرى العيون، يعني الشكر واجب ليهم بالمناسبه. طيب بما ان احنا بنتكلم على اللي بيحصل في مصر ودي حاجه مهمه جدا، خلونا نذهب الى النهارده استقبل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحاديه السيد محمد ادريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهوريه تشاد. واكد فخامه الرئيس خلال هذا اللقاء على حرص مصر الكامل لتقديم الدعم لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية وتطوير العلاقات ما بين البلدين واللي ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد الرئيس الراحل التشادي إدريس دبي طبعا، واللي تم اغتياله رحمة الله عليه. وبالمناسبة عشان برضو تبقى فاهم، العلاقة ما بين مصر وتشاد علاقة قديمة جدا جدا، وعلاقة طول الوقت كانت فيها الإيجابية. وبالمناسبة برضو علشان تعرف انه جزء من الحاجات العظيمة اللي قام بيها الرئيس التشادي الراحل الشهيد إدريس ديبي، انه كان من ضمن الناس اللي شاركت بفاعلية في مواجهة التيارات المتطرفة اللي موجودة في إفريقيا وعلى رأسها تنظيم بوكو حرام واللي بيتمدد من جوه نيجيريا ليغزو الغرب الإفريقي ويدخل إلى وسط إفريقيا. تشاد بلد مهم من حيث الجغرافيا، سرة إفريقيا زي ما بيتقال. تشاد بلد مهم من حيث الموارد، تشاد بلد مهم من حيث السياسة، بلد فعلا مهم. ومن هنا بتلاقي تأكيدات الرئيس باهتمام مصر بمواصلة التعاون مع تشاد ده طول الوقت. ده طبعا زي ما حضراتكم شايفين جانب من اللقاء. هنعمل بقى دعم في بناء القدرات، تنمية وسكل صقل الكوادر التشادية في مختلف التخصصات، ويستمر التعاون والإخاء مستمر أو إن شاء الله إلى الأبد مع تشاد لحد بإذن الله ما تعدي، يعني بإذن الله. الاهتمامات المشتركة بالمناسبة كمان خصوصا في الملف الليبي، الأوضاع في ليبيا والتداعيات الإقليمية على صعيد الأمن. ووضح فخامة الرئيس السيسي أهمية التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا لآلية واضحة لخروج كل العناصر الأجنبية المسلحة المتواجدة هناك. خد بالك كلمة جميع يعني جميع، مع ضمان إيه بقى؟ عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري إلى المحيط الإقليمي. يعني الناس دي لما تطلع من ليبيا ما لهمش خارجين من ليبيا وداخلين على مالي وداخلين على تشاد وداخلين على نيجيريا وداخلين على كوت ديفوار مش هينفع، لا الناس ولا السلاح ولا العتاد. وخد بالك التجربة المصرية في ده، ودي تجربة مهمة جداً،
انك انت بتاخد العملية بشكل كامل، عملية الكسح والكنس والمحو، دي عناصر متطرفة او عناصر مرتزقة لا تريد اي شيء سوى انها تسيطر على المقادير الاقتصادية وموارد البلاد اللي بتتحط فيها. حلو؟ طيب، هل الناس دي عايزة حكم رشيد؟ لا. عايزين ديمقراطية؟ لا. عايزين حتى حكم بما يرضي الله؟ لا. دول شوية كذابين. طيب، مصر تجربتها كانت تجربة مزدوجة الأجنحة لو صح التعبير، التجربة الأمنية والتجربة الاجتماعية. يعني مصر حاربت الإرهاب على المستوى الأمني، صح؟ جميل. وحاربت الإرهاب على المستوى الاجتماعي بكل روافده، يعني الرافد الثقافي مصر اشتغلت عليه، الرافد اللي هو إيه بقى؟ إزاي أقدر أرفع من المستوى الاجتماعي للطبقات المختلفة؟ مصر اشتغلت عليه، الرافد التعليمي مصر اشتغلت عليه، وهكذا. التجربة دي احنا نفسنا انها تحصل في كل العالم، مش علشان هيتقال اصل مصر هي صاحبة هذه التجربة الكبيرة العظيمة المهمة، مش ده اللي فارق معانا. اللي فارق معانا هو ان الناس تعيش في هدوء وسلام، دي حاجة مهمة جدا. طيب، بما انه في تجارب مصرية كتير، ففي مبادرات مهمة جدا زي مبادرة اصلها مصري. طيب، ايه بقى حكاية اصلها مصري؟ الهدف منها توفير فرصة عمل جديدة للشباب، تعزيز التمكين الاقتصادي، يعني ابقى انا عندي قدره اقتصاديه، انا متمكن اقتصاديه، اقدر اشتغل وانتج واكسب. فالمبادره دي بتشتغل في ضوء ايه؟ في ضوء دعم المشروعات الصغيره وتوفير الحياه الكريمه، وهو المبدا الرئيسي للجمهوريه الجديده. الحياه الكريمه، الناس تعيش كويس، تعيش بكرامه، وتحصل على كل اللي هي عايزاه بكرامه. وجه الرئيس السيسي بتوفير فرص عمل جديدة في إطار هذه المبادرة أصلها مصري. خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي. أهلا بيك يا دكتور. بحضرتك يا فندم، إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. كنا بنتكلم على مبادرة أصلها مصري، محتاجين تفاصيل أكتر وآليات عملها إيه؟ طيب، يعني أصلها مصري دي من ضمن المبادرات الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة. يعني أول مبادرة كانت بر أمان للصيادين، أيوة، ثم تالتها تتلفف حرير لصغار المنتجين في مجال صناعة السجاد والكليم والكوبلين، ثم عقبتها أصلها مصري لدعم العاملين في مجال التجميل والتزيين وتصريف الشعر. دي بناء على بروتوكول تعاون تم توقيعه ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وغرفة تجارية شعب وفاءات، وبالفعل معالي وزيرة التضامن أطلقت المبادرة يوم الاثنين من خلال تخريج أول دفعة ل 152 يعني شاب وشاب بيعملوا في مجال التجميل وفي تصفيف الشعر. كويس. وتم منحهم شهادات تقدير الى جانب اصل انتاجي، بمعنى ان احنا قدمناهم ادوات انتاج بحيث تساعدهم ان هو يبدا يمارس مهنته اولا بجوده عاليه، ان حضرتك بتدربه لمده شهر ونص على المهنه بحيث ان انت تضمن ان هو محترف وملم باصول ومعايير المهنه بشكل جيد، وليس يعني ممتهن بيها بشكل عشوائي، لأن المهنة دي بتعاني من العشوائية ومن معدل دوران العمالة بشكل كبير، نتيجة ان هو مش بيبقى مؤهل، فبيجرب شوية يشتغل في المهنة وبعد كده يسيبها ويروح يشتغل في مهنة تانية. اوكي. طيب، احنا كنا بنشتغل على التدريب والتأهيل ثم منحه يعني اصل انتاجي او تمويل عشان يبدأ مشروعه، واهم حاجة ان يبقى معاه شهادة من جهة يعني زي غرفة تجارية شعبة الكوفرات، من جهة متخصصة في هذا المجال، بحيث ان هو يقدر يمارس المهنة بشكل احترافي. حلو الكلام ده جدا. يعني دلوقتي هو مثلا الاول علشان يقدم يعمل ايه؟ هو بيتقدم من خلال الغرفة، ومش بس الغرفة، ممكن كمان يتقدم للوزارة. احنا كمان بنشتغل في كذا جهة ممثلة للعاملين في مجال التزيين والتصفيف، لان احنا بنتكلم في حوالي 3 مليون عامل، ودي عدد كبير جدا طبعا، معظمهم كمان من الذكور، يعني احنا بنتكلم في حوالي راوند 1,600,000 من السادة الرجال بيعملوا 50% تقريبا،
فهو ممكن يتقدم للشعبه وممكن يتقدم للوزاره، وممكن كمان في حاجه اسمها رابطه اصحاب محل العاملين في مجال التزيين والتصفيف، ممكن برضه يتقدم لهم، بحيث ان هو هيبدا يلتحق في البرنامج التدريبي، ووزاره التضامن هي اللي بتوفر اماكن التدريب وتكاليف التدريب، والغرفه والفنيين العاملين في هذا المجال هم اللي هيقوموا بالتدريب. يعني دي ملهاش اي رسوم يا دكتور؟ لو هو من غير قادرين هيتم منح اصل انتاجي بشكل مجاني، او لو هو مقتدر هيتم تقديم تمويل ميسر من خلال البنك ناصر وبعض المشروعات. طيب حلو قوي. انا هنا عندي سؤالين بعد اذنك يا دكتور. اول حاجه، دي ما فيش فيها رسوم خالص عشان يروح يحصل على التدريب، ولا في رسم معين بيدفعه؟ بص يا فندم، احنا دلوقتي بنحاول ندعم غير القادرين العاملين في هذا المجال، لكن القادر اللي ممكن يقدر يتحمل تكلفة الدورة التدريبية هيتم يعني يتم المساهمة من كلام جميل. انا هصنف الدورة. انا بقى هنا ده سؤالي، هصنف ما بين القادر وغير القادر ازاي؟ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال باحثينها او ادواتها هي اللي بتقيم وبتبحث حالة العامل، بحيث ان يتحدد هو قادر او غير قادر. حلو جدا. غير القادر بمنحه ادوات الانتاج بتاعته او ادوات العمل بتاعته لو صح التعبير، مظبوط؟ تمام. حلو جدا. القادر ده هو اللي يقدر يتوجه لبنك ناصر ياخد قرض علشان يفتح المحل بتاعه، صح؟ اه مظبوط. طب ده كلام جميل جدا. طب هل عندنا ارقام متعلقه بالقرض تبدا من كذا وتنتهي بكذا مثلا؟ لا، يعني احنا بنبدا من اول 5000 جنيه لغايه ممكن 20000 جنيه، وبعد كده بنك ده في بعض البرامج اللي بتقدمها الوزاره والتمويل الموثق. بنك مصر لا مفتوح، ولكن هي بتبقى قروض ميسره برسوم بسيطه. عظيم جدا. طب ده كلام كويس. احنا بنتكلم زي ما حضرتك قلتي على 3 مليون بني ادم بيشتغلوا الشغلانه دي، نصهم رجاله نصهم ستات، يعني 1,600,000 رجال ومليون 400 تقريبا من السيدات والفتيات. انا اعتقد دي هتفرق معاهم كتير جدا جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور. هو الاهم ان احنا بنشتغل مع وزاره القوى العامله بحيث ان احنا نعمل لهم تصنيفات، ان هم 14 تخصص، فبيبقى بحيث ان يبقى معاه تركيز لمزاوله المهنه بتخصص، بحيث ان احنا ننظمهم فيما بعد، وبالتالي نحاول نضبط مستويات الاجور، لان من تخصص للتاني ومستوى مهاره لمستوى اخر بيختلف اكيد الاجر بتاعه. طيب سؤالي الاخير برضو ده جه على بالي، مش عارف ازاي كنت ناسيه. بما انه انا عندي الحصر، وبما انه هدي شهادات وما الى ذلك، وهساعدهم على الشغل، ده معناه ان هو هيخش جوه منظومه تامينيه ولا لا؟ لا، ده يعني الهدف التاني، يعني وزاره التضامن معنيه بمد الحمايه، الحمايه التامينيه في مجال التامينات الاجتماعيه او في الرعايه الصحيه. عظيم. فهو مجرد بنكون قاعده البيانات وبنمكنه اقتصاديا، بندخله اوتوماتيك على الحمايه التامينيه والحمايه الصحيه، فيقدر يامن على نفسه او يامن على نفسه والعاملين معاه في حال انه فتح المكان بتاعه. تمام. عظيم جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليكي دكتور ميرفت صابرين مساعد وزيره التضامن الاجتماعي. ده كلام حلو، مساله انك انت طول الوقت بتاخد الناس من اقتصاد خلينا نقول كان مخفيا او بشكل او باخر غير رسمي. ما هو فلان الفلاني بيشتغل في المحل العلاني، انا ما اعرفش بياخد كام وبيقبض ايه، وبعدين اذا حصل لا قدر الله حاجه انا مش عارف اساعده، ما هو بره مظلتي التأمينية. فأنا أجي أقول له أولا تعالى هدربك وهصنفك، أدي واحد، اتنين هتاخد كورس وتمام وتاخد شهادة معتمدة بالتصنيف بتاعك ودرجتك الاحترافية، تلاتة أقدر أدي لك أدوات الإنتاج بتاعتك أو أدوات العمل، أربعة أساعدك أن أنت تاخد القرض بتاع مثلا بنك ناصر الاجتماعي في هذه اللحظة، خمسة إذا حصل حاجة أنت أصبحت مؤمن عليك، عندك مظلة تأمينية، تأمينات ومعاشات وتأمين صحي. في أحسن من كده؟ نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. شوف، مفيش حاجة في الدنيا، مفيش حاجة في الدنيا تساوي صحة جيدة على الإطلاق. فلوس مش زي صحة جيدة، شهرة مش زي صحة جيدة، أقول لك إيه تاني، مناصب مش زي صحة جيدة. الصحة الجيدة هي أفضل حاجة. شوف، نعم ربنا علينا كتير، لو ركزت
كل واحد فينا عنده زحمة من النعم، زحمة، وأنا بكلمك بجد. بس سيبك من الحتة دي دلوقتي، هي مسألة الصحة، إنه نقعد لسنين طويلة جدا عندنا أزمات في مسألة الملف الصحي المصري، سواء إذا كان على مستوى المستشفيات وأعدادها وتجهيزاتها، وكمان الدكاترة محدش واخد باله، هو محدش باخد باله منهم، وأفراد الطواقم الطبية من الممرضين والممرضات إلى آخره محدش واخد باله منهم، وهكذا. يا أخي ده أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى إن موضوع الكورونا ده حصل في السنتين اللي فاتوا، ما حصلش من 25 سنة مثلا، ده كانت بقت مصيبة. والله، وكنا هنقعد بقى النادي فينك يا لقاحات، ولا حد كان هيعبرنا. مهم يعني بصرف النظر برضو، اللي بيحصل في مصر هو اهتمام حقيقي بالرعاية الصحية، لانك انت خدت بالك انه هو طول الوقت انت في عندك مبادرات متعلقة بصحة المصريين، بالتأكيد من ابرزها 100 مليون صحة، ده على سبيل المثال. علشان يبقى عندي ال 100 مليون صحة دي، يعني لازم يبقى في عندي مستشفيات أكتر، ولازم المستشفيات تبقى مجهزة أكتر، ولازم يبقى الكوادر بتوعي مع عندهم إعداد أعلى وأعلى، ولازم أبقى واخدهم كده في حضني ومطبطب عليهم ومدلعهم دلع الدنيا، وده اللي بيحصل. في الصعيد على سبيل المثال تقدر تقول إنه تستمر القفزات أو الطفرات إن أردت أن تسميها بذلك، وافتتاح أول مركز إقليمي. يا خرابي، امال احنا قعدنا السنين اللي فاتت دي كنا بنعمل ايه؟ يلا، اول مركز اقليمي لرعايه وعلاج مرضى السكر في قنا. المركز افتتحه اللي هو اشرف الداودي محافظ قنا في منطقه مدينه العمال. بيتضمن ايه يا مولانا؟ بيتضمن خدمات شامله للمرضى، فيها الكشف المجاني على سبيل المثال، واجراء التحاليل للناس اللي بتنتفع بالتامين الصحي، طبعا في صرف العلاج انسولين واقراص واقلام الانسولين او اقلام السكر زي ما الناس بتسميها، اجهزه التحاليل اللي هي اجهزه التحليل المنزلي، تنظيم الندوات الإرشادية للمريض اللي تقوله تعمل إيه وما تعملش إيه وتاكل إزاي وتاخد الدواء بتاعك إزاي، علشان نقدر نحد من ارتفاع معدلات الإصابة. فهمت ليه اسمه مركز إقليمي؟ لأنه مركز متكامل مش مجرد عيادات. احنا معانا على التليفون دكتور أشرف كمال، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بمنطقة جنوب الصعيد. أهلا بيك يا دكتور. ازاي الصحة؟ أشكرك جزيلا. الحمد لله، أشكرك جزيلا على إتاحة هذه الفرصة لإلقاء الضوء على ما تم إنجازه اليوم من فتح المركز الإقليمي لعلاج ورعاية مرضى السكر بمحافظة قنا، الذي بفضل الله افتتحه السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا. مشكورا، تفضل اليوم بافتتاح المركز. هذا المركز الذي إن شاء الله يعني سيخدم محافظة قنا بالكامل من أبو قشت لقوس. هذا المركز تم اختيار نخبة استشاريين أطفال واستشاريين باطنة متخصصين لعلاج مرضى السكر. هذا المركز يحتوي تقريبا على 6 أو 7 أطباء استشاريين متخصصين في علاج مرض السكر، وهناك أيضا معمل متكامل لإجراء التحاليل الطبية لمرض السكر، يعني مش مقتصر فقط على إجراء تحليل السكر، بل هناك إجراء تحليل أخرى كوظائف كلى، وظائف كبد، لبد، دهون شاملة، صور دم كاملة، تحليل بول، وغير ذلك من التحاليل اللازمة لمرض السكر. لأن مرض السكر كما تعلم يا أستاذ يوسف أن هناك مضاعفات، كومبليكيشن، مضاعفات طبعا لمرض السكر. يعني المركز لن يقتصر فقط على إجراء تحليل السكر بس، لا، هيجرى فيه جميع التحاليل اللازمة لمريض السكر. أضف إلى ذلك تم توفير جميع الأدوية المناسبة لمريض السكر، سواء إنسولين بجميع أنواعها، الأقراص أيضا بجميع أنواعها. وبالحقيقة الأستاذ الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي يبذل جهدا عظيما وكبيرا في هذا الشأن، يعني بصراحة يعني موفر لنا جميع الاحتياجات التي نطلبها من سيادته، والدعم المادي والمعنوي حقيقة مش مقصر جدا في جميع الفروع، مش هقول في هنا بس، لكن هو بصراحة في جميع الفروع مهتم جدا بتطوير الحالة الصحية للتأمين الصحي على مستوى الجمهورية. طيب، أنا كده عندي طلب وعندي استفسار. اتفضل يا أستاذ. طلب مبني على
إن لم يكن موجودا؟ يعني من ضمن الكومبليكيشنز أو التداعيات بتاعة السكر هي نعم. الخلل بتاع وظائف الكلى على سبيل المثال، التهاب والبنكرياس طبعا نعم. لأنه هو ده المسؤول يعني، لكن أحيانا بيحدث بعد الشر عن الجميع خلل في وظائف الكلى، كذلك التهابات المفاصل وتأكل الغضاريف وما إلى ذلك. هل المركز فيه هذه الأقسام عشان تقدر تتابع مع أهالينا كبارا كانوا أو صغار؟ ربنا يا رب يشفي الجميع. وأستاذ يوسف، أنت تعلم طبعا السكر أنواع عدة طبعا. في النوع الأول بتاع الأطفال الذي يعتمد اعتمادا كليا على الإنسولين، من هذه الإنسولين الحل الوحيد، مش حل ثاني. في سكر الكبار أو السكر النوع الثاني اللي هو بيعتمد على الأقراص، ولكن في المراحل الأخيرة بنحتاج أيضا إلى الإنسولين. لكن لو حصل إهمال من المريض في عدم أخذ العلاج، هناك كومبليكيشن، مضاعفات، العمى السكري، الفشل الكلوي، ايضا العمى السكري، التهاب الاعصاب الطرفيه، امراض جلديه، الجلطه الدماغيه، الجلطه القلبيه، الذبحه الصدريه، امراض، كل دي مضاعفات لمرضى السكر. طيب انا الدكاتره اللي هي بتكشف عندي في المركز استشاريين باطنه، يعني متخصصين في كل حاجه، بس هم متركزين شويه على السكر. لكن يعني ما فيش مانع ان هذا المريض لو كان عنده مضاعفات مثلا قلب، اللي متخصصين هم في القلب، عيادته معالج قلب، متخصصين مثلا في لو كان سليبيديميا، عدم انتظام مستوى الدهون في الدم، ارتفاع، هيكتب لهم العلاج. اذا هو فعلا لمرضى السكر ومضاعفاته. اذا هذا المركز يخدم مرضى السكر ومضاعفات مرض السكر. يعني انا بس امنيتي اللي هي اللي بقول لك الطلب او الامنيه، اتمنى انه المركز ده يبقى فيه المزيد والمزيد من التخصصات المرتبطه بالسكر. يعني طبعا اساتذه البطنه واستشاريين البطنه هم يعني الاكثر تخصصا، والاطفال بس اكيد اكيد هيبقى فيه تخصص التخصص، غدد صماء زي ما كنت بقول، عايزين ناس بتاعه كلى، عايزين ناس بتاعه مفاصل، عايزين ناس زي ما حضرتك قلت التهابات اعصاب طرفيه، الحاجات اللي زي كده. لأنه من الوارد وأتمنى أنه المركز ده يبقى بيخدم أهالينا في الصعيد بالكامل، يبقى أكبر مركز موجود لرعاية وعلاج مرضى السكر في الصعيد. دي أمنيتي، وأنا أعتقد أنه إن شاء الله الهيئة تقدر أنها في وقت من الأوقات تصل بينا إلى هذا الموضوع. طيب أخيرا بقى، وده اللي مهم جدا، مسألة التدريب يا دكتور أو التوعية، علشان كمان نوعي ولادنا الصغيرين وأهاليهم يأكلوا إيه ما يأكلوش إيه، والعادات اليومية الخاطئة والعادات الغذائية الخاطئة، علشان نحد من انتشار هذا المرض. سيادتك، تم التعاقد مع أطباء وصيادلة ومتخصصين في التغذية العلاجية، حلو، في التأمين الصحي فينا ثلاثة تعاقدنا معهم، وفعلا حيأتوا إلى المركز ويشرحوا للمرضى النظام الغذائي، النظام الرياضي، في كتب إرشادية توعية لمرضى السكر، في برامج عملناها تلفزيونية يعني على الشاشات، في شاشات عرض تشرح للمريض كيفية أخذ الإنسولين، كيفية النظام العلاج الصحيح، كيفية ممارسة الرياضة الصحيحة للحد من مرضى السكر أو القضاء، مش هقول القضاء على مرضى السكر، طبعا مرضى السكر للأسف في ازدياد شديد. يعني احنا مصر وصلنا 7 مليون و8 مليون مريض سكر على مستوى جمهوريه مصر العربيه، في ازدياد، وفي العالم كله مش في مصر بس. فسيادتك طبعا احنا بنحاول طبعا احسن حاجه من مرض السكر، مش هقول القضاء، بس الحد من مرض السكر والحد من مضاعفات مرض السكر. صحيح. فان شاء الله الخطه المستقبليه ان هنوفر دكاتره متخصصه ايضا للعيون وللكلى وكده، وان كانت متوفره في مركز عياده عبد الرحيم، في استشاريين عيون، لكن انا في نفس المركز ان شاء الله الخطه القادمه يكون متوفرين تخصصات اللي هو العيون والكلى والقلب وغير ذلك، لكن هذه التخصصات موجوده عندي في عياده سيد عبد الرحيم الشامل. ماشي يا مسهل، انا بس عشان احنا عندنا مركز اقليمي كده كبير، ففرصه نبدا بدايه كده ايه انطلاقه الصاروخ زي ما بتقال. وده بقول حضرتك ده يخدم من أبوطيشة الجوز، يعني 9 مراكز. 9 مراكز باذن الله. يا رب يا مسهل الحال، وربنا يشفي كل مريض. انا بشكرك جدا دكتور اشرف كمال، رئيس فرع هيئه التامين الصحي بمنطقه جنوب الصعيد. طيب احنا عندنا حاجات كتير جدا مهمه النهارده يا جماعه، عايزين نبقى ننطلق في اي، وده بقى مهم قوي خالص. المجلس القومي للمراه نشر ارقام هواتف لانقاذ الفتيات في حاله تعرضهن للابتزاز. بنات اتصلوا على 15115، تمام؟ ده كده 100 فل. اللي انا عايز اقوله حاجه تانية خالص بعد اذنكم. اولا خلونا نشكر، تمام يا عمر، خلونا نشكر المجلس القومي للمرأة على تفعيل هذا الرقم
ونشره واعلانه وتشجيع البنات على ان هم يتواصلوا عليه اذا لا قدر الله حصل حاله من حالات الابتزاز. بس هو مهم قوي بقى في ايه؟ ان احنا بناتنا نفسهم احنا نشتغل على توعيتهم. يعني في النهايه احنا عندنا بناتنا، بنتي وبنتك وبنتك وكل الكلام ده. في سن معين ممكن يبقى مثلا لو من سن 13 ماشي معاك بقى لحد 18 ولا 21 سنه، البنات بتبقى لسه احاسيسهم مرهفه وعندهم التجربه الاولى طول الوقت. مهم قوي ان احنا نعلمهم ازاي يتعاملوا مع سنهم ده، ازاي يتعاملوا مع مشاعرهم وعواطفهم واحاسيسهم في السن ده، ازاي يقدروا يتعاملوا مع إذا حصل التجربة الأولى بتاعت إنها حبت أعجبت يعني حصل تلاقي فكري يا سيدي، مش دي القصة. إزاي أتعامل وإزاي أحمي نفسي؟ يعني إزاي تحمي نفسك أنت بنتي الجميلة اللطيفة الظريفة دي؟ إزاي تحمي نفسك؟ ده مهم قوي 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 حتى لا نضطر بعد كده ان احنا نتصرف تصرف خطأ او ان احنا نشوف هنحل المشكلة ازاي. انا عايز نبدأ من قبل ما المشكلة تحصل. خلونا ناخد معنا على التليفون استاذة امل عبد المنعم رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. يعني الارقام اللي موجودة دي، انا اول سؤال ليا، دي ارقام جديدة يا فندم لسه طالعة ولا هي موجودة واحنا بنعيد نشرها؟ لا، ده خط استشارات قانونية واجتماعية ونفسية موجود من سنين 15115. حلو قوي. بنشتغل من 9 ل 9 يوميا وجمعة وسبت وكل الايام. جميل. في مجموعة من الخبراء بيردوا على الخط ده بحيث ان هم يدوهم الاستشاره القانونيه السليمه، يعملوا ايه وكل الخطوات اللازمه ان هم يتخذوها لاخذ حقهم. لو محتاجين دعم نفسي او دعم اجتماعي بنحاول ان احنا برضو نوجههم ازاي يعملوه وازاي يتوصلوا ليه، بحيث انه وده كله بيبقى من خلال الشركاء. يعني احنا مش بنشتغل كمجلس لوحدنا، احنا في تعاون مع النيابة العامة ومع الداخلية ومع الأمانة العامة للصحة النفسية ومع جهات كتير ومع مجتمع مدني، بحيث انه نقدر نقدم الخدمة على أكمل وجه كل حالة بحالتها. يعني كويس قوي. طيب أنا عندي سؤال. طبعاً. هنا ده الرقم اللي هنتعامل بيه بعد ما حصلت المشكلة. أنا عايز أعرف إيه اللي ممكن نعمله قبل ما المشكلة تبدأ. يعني يمكن أنا في مقدمتي للخبر قلت إحنا عاوزين نعلم بناتنا إزاي يتعاملوا مع سنهم ده. هل المجلس بيقدر يقدم لنا حاجة البنات يقدروا يتواصلوا بيها ويفهموا منها ويتعاملوا عن طريقها بحيث إنه ما يقعوش في المشكلة من الأساس؟ دي توعية، هو مش هتبقى باتصال تليفون، هو توعية عامة انه دلوقتي احنا كلنا الولاد والبنات والكبار والصغيرين معاهم اجهزة الكترونية متصلة بالانترنت، ففي المفروض يبقى في حدود في التعامل مع اي حد سواء اعرفه في المجتمع عادي او اعرفه من خلال العالم الافتراضي. لازم يبقى معروف ايه اللي بيتبعت وايه اللي ما بيتبعتش وايه اللي بيتقال وايه اللي ما بيتقالش. كل حاجه ما تبقاش متاحه على الانترنت من خلال الموبايلات او من خلال الاجهزه عموما، لانه دلوقتي في تقنيات بتتحدث بطرق كتير وفي نفسيات. احنا انا ما اعرفش اللي قدامي ده نفسيته ايه، ممكن يستخدم اي معلومه سواء بسيطه او كبيره بطريقه تاذيني او ما تاذيني يعني او تدخل في حاجات المفروض انه ما تتعرفش بره نطاق معين. مظبوط. فدي توعيه عامه، مش من خلال تليفون او كده، دي توعيه عامه انه الاجهزه اللي في ايدينا دي ليها الحلو بتاعها وليها الخطوره بتاعتها اللي المفروض نبقى عارفين نتعامل بيها ازاي.
دي توعية عامة، ده بالنسبة لي مفهوم جدا، ومش عن طريق تليفون برضو، ده مفهوم جدا. اللي أنا بقصده هنا على سبيل المثال، أنا مؤخرا بدأت أشوف مجموعة من التمثيليات بدأت تظهر على شاشات التلفزيون المختلفة بتتكلم شوية على المشكلة دي وحاجات من النوع ده. لكن اللي أنا بقصده إنه هل من الوارد مثلا إن المجلس يجي يقول والله إحنا هنعمل مسابقة لطيفة عن أفضل 25 قصة مكتوبة حول توعية البنات بأزمة الابتزاز دي على سبيل المثال، والمجلس يشكل لجنة من كتاب سيناريو ومؤلفين ومخرجين وحاجات زي كده، وننقي 3-4 حاجات ودول اللي يتم مثلا المساهمة في إنتاجهم إذا كان الموضوع يسمح بذلك علشان يظهروا على الشاشات. التأثير بتاع الدراما والسينما أقوى 30 مليون مرة من التأثير بتاع إن أنا أعمل له حاجة تتحط على ويب سايت أو على بيج بتاعت فيسبوك، أو حتى إن أنا أقولها في البرنامج بتاعي ده. هو حضرتك عند حضرتك حق طبعا، التوعية بالدراما هي اللي بتوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، ده نوع من أنواع التوعية قوي. وفي أجهزة كتير متخصصة في كده، وزي ما حضرتك بتقول إنه في تمثيليات النهاردة بقت هادفة وبتلمس الإشكاليات اللي موجودة في المجتمع. أيوه. لأنه مهما كان في، يعني إحنا النهاردة عندنا قوانين مغلظة لجرائم تقنية المعلومات، عندنا أجهزة قوية زي مباحث الإنترنت والنيابة العامة بيعملوا أربع على يعني على قدم، يعني على مدار الساعة إن هم يبقوا بيساعدوا على أمن وأمان المجتمع. لكن طبعا التقنية الحديثة المتطورة اللي بكل يوم بجديد وفي نفوس سيئة كتير، فطبعا ده هيخلي انه دور التوعية مطلوب. فالفكرة بتاعت حضرتك نحطها في طي الدراسة ونبتدي فيها، وأفكار تانية كتير ومؤسسات وكتاب دراما يبتدوا يشتغلوا على التوعية دي، واحنا تحت امرهم في اي معلومات قانونيه او معلومات على اكثر الاسئله او القضايا اللي ممكن تتعرض ليها الناس ان هم يشتغلوا عليها، ونساعد بعض كلنا كل واحد في مجاله، بحيث ان احنا نوصل لل يعني لامان المجتمع، لان ده حاجه بتعكر صف المجتمع. اي حادثه بتحصل او اي حاجة بتحصل في نطاق أسري بيبقى فيه خوف أو توتر أو نوع من أنواع الابتزاز أو الرعب للأسرة دي إن هم يقتدحوا أو كده، ده طبعا ده بيبعطر سفهم وما بيخليهمش يقدروا يعيشوا بشكل سوي. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا فندم، كل الشكر ليكي. شكرا جدا أستاذة أمل عبد المنعم، رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة. بريك بس، احنا بقى ايه بريك دي، وهنروح على ايه؟ هنروح على موضوع هنكمل أخبار يا جماعة. أنا عايز الموضوع بتاع وصفات علاج البرد في الصيدليات، ده موضوع مهم جدا. خد الحقنة دي هتخف، في بطيخ بيتقال للأسف يجي يقول لك بص بقى أنا عامل لك تشكيلة. لا، ده مجدي المهزوز هو اللي يقول عامل لك تشكيل، ده واحد صاحبي انتوا ما تعرفوش. في حد تاني اللي هو مثلا ايه، احنا عندنا عادة غريبة جدا، انت بتكلم الصيدلية فيرد عليك الشخص اللي بيرد على التليفون، وارد يكون طبيب صيدلي وارد ما يكونش صيدلي على الإطلاق، فتقول له مثلا انا عايز حاجة للبرد، فيقول لك بص بقى خد كذا. بالمناسبة هو بيقول كده بالخبرة، وإذا كان حتى هو خريج صيدلة هو مش شغلته يعمل يكتب لك علاج، هو شغلته يصرف لك العلاج. ممكن يبقى فاهم جدا بس تاني هي مش شغلته. أصبحت المسؤولية هنا مزدوجة ما بين اتنين، المتصل أنا يوسف الحوافريت المواطن اللي بيتصل بالصيدلة يقول لهم أنا عايز حاجة للبرد، والمسؤولية على اللي بيرد على التليفون في الصيدلية سواء إذا كان من أهل العلم أي صيدلي أو من أهل العمل فهو موظف في الصيدلية، الاتنين مش من حقهم يقولي كده. يجي يقولي والله ما أعرفش، مش شغلتي، هات لي الروشتة. الروشتة ده دي حدوتة لازم تتحكي. بقول لكم إيه، فاصل ونكمل الكلام.
هو بالتأكيد خبر مؤلم، يعني انتوا عارفين انه ده حصل امبارح، رحيل الفنان الكبير الأستاذ أحمد الحجار. الأستاذ أحمد الحجار رحمة الله عليه رحل عن دنيانا امبارح، عنده 65 سنة، معز عشان اللي خلقه، بس فعلا صغير، مطرب وملحن وأسرة أكتر من عظيمة بالمناسبة، يعني والده الموسيقار الكبير أستاذ إبراهيم الحجار، وطبعا شقيقه الأستاذ الكبير جدا أستاذ علي الحجار، الله يرحمه يا رب. أحمد الحجار مع حفظ الألقاب واحد من أكثر الناس موهبة، ومن أكثر الناس لطفا وهدوءا إلى أبعد الحدود. عنده 4 ألبومات غنائية، عنده مسرحيات لحنها، لحن لآخرين إلى آخره. وبالمناسبة لو تفتكروا أغنيته الشهيرة اللي احنا كنا يمكن حتى بنلعب أول جزء من مقطعها، المقاطع الموسيقية عود، شاركته فيها صاحبة صوت ذهبي الأستاذة حنان ماضي. خلونا ناخدها معنا على التليفون. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا بيك. إزاي حضرتك؟ الباقية في حياتك؟ الباقية في حياتك؟ الحمد لله، الحمد لله، البقاء لله والحمد لله، وهو مات الحمد لله، أكيد هو في مكان أحلى، وكان يوميها كان مستني ابنه علشان يحتفل بعيد ميلاده معاه، والحمد لله مات سعيد، يعني ده اللي أنا عرفته يعني. الله يرحمه يا رب. إيه اللي تقدري توصفي بيه الأستاذ أحمد الحجار؟ يعني لو قلنا أنه حنان ماضي تؤبن أحمد الحجار تقول إيه؟ أقول إنه ما كانش مجرد ملحن عادي ولا موسيقار كبير، وتحسب له من جيل المحترمين اللي قدر رغم الظروف يفضل محافظ على احترامه لنفسه ولفنه، ودي معركة أصلاً مش سهلة إنه ينجح فيها، وهو نجح بجدارة الصراحة، وهو محظوظ إنه فضل متواجد على الساحة لآخر وقت، وكان لسه في عرض مسرحي اسمه طقوس العودة من تلحينه وغنائه، وكان لايف على المسرح، واخذ نجاح كبير جدا، وان هو بيعمل دايما حاجه هو متميز بيها. يعني حمست لك يعني مثلا تقدر تتخيل فريد الاطرش بيغني اغنيه حد تاني؟ لا استحاله. نفس الحكايه احمد. مظبوط. هو ناجح بحاجته، مش ناجح بحاجه حد تاني، مش محتاج يغني حد تاني علشان ينجح. فاهم قصدي؟ صح صح، هي دي. الله يرحمه. في فنانين كبار نجحوا بحاجات تانية، بحاجات ناس تانية، لكن لما بيجوا ينجحوا بحاجاتهم ما بيعرفوش. دي حاجة بتاعت ربنا، دي صرفها ربنا لأحمد. أحمد الحمد لله عمل شغل كله جميل، لو قعدنا نستعرض شغله كله هنلاقيه كله جميل، وكله مؤثر، وكله حساس، والله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. يمكن أنا برضو محتاج إن أنا أسألك، أنت فين؟ أنا في الدنيا. حلو، الكويس إنك أنت في الدنيا، ربنا يديلك الصحة. أنت صوتك ممكن فين؟ ممكن يكون الناحية الثانية بعد شوية عادي يعني. لا، ربنا يدي لكل واحد مكتوب له عمر، ربنا يدينا الأعمار جميعا، بس أهم حاجة نستغل أعمارنا مظبوط. لا والله صحيح، يعني أنت فين؟ والله أنا موجودة، بس هي الفكرة إن الدنيا مقلوبة، وزي ما انت شايف القلبة جميلة الصراحة، ماشي، بس ده والقلبة اللي حصلة دي فيها مقلوب معها الجماهير كمان، يعني الموضوع ما بقاش فيه، يعني الناس ما بتسمعش دلوقتي يعني تقريبا. يعني أنا ما مرة خرجت في الشوارع لقيت الدنيا حاجة تانية خالص غير اللي احنا فيه، احنا في زون تانية غير الناس اللي بتسمعه، ده حاجة تانية خالص. شوف، يفكرني في فيلم الكيف، لما لو فاكر فيلم الكيف طبعا هو فعلا بيتنفذ بجد. هقول لك حاجه، يعني خليني اختلف معاكي سنه صغيره على قدي برضو. هو طول الوقت في الناس بتاعت فيلم الكيف والكيمي كيميكا طول الوقت، وانت ادرى مني بده، يعني في البدايات القرن العشرين كان في واحده ست اسمها، هفتكر لك، كان اسمها حاجه المحلويه، كانت بتقول اغاني والله ما حد يستحمل يسمع منها حرف دلوقتي، لكن في النهايه برضو كده. انت فهمتيني،
في النهاية برضو كان في سيد درويش، وفي النهاية برضو ظهر محمد عبد الوهاب، وفي النهاية برضو ظهرت أم كلثوم، وفي النهاية برضو أصبحت في أجيال بتمد، وظهر فريد طالما ذكرتي فريد، وظهرت أسمهان إلى آخره. لو قعدنا نتكلم في الموضوع ده هنتكلم للدجة. حلو جدا. فعلشان نتكلم للدجة، طب ما نغني للدجة. ما هو الناس اللي عايز يسمع حاجة حلوة هيسمع، ولكن انا لما ابقى لو انا حطيت نفسي مكان حنان ماضي، اصل انا احبك جدا جدا الله يخليك والله العظيم، فلو انا حطيت نفسي مكان حنان ماضي يعني اقعد ساكت؟ لا، انا هغني واللي عاوز يسمعني هيسمعني، وانا بقول لك الناس هتسمعك، الناس بتحبك. الحمد لله. طيب الحمد لله، الحمد لله والشكر لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يعني ولا ايه؟ هنقعد ساكتين. هنقعد ساكتين. لازم تبدأي مشروع يعني جديد. الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل فن، الحمد لله يعيش، والناس لما تسمعه تترحم علينا. لا ما تترحم عليكم بالخير وبالبركة وتستمروا كمان. ما هو ما ينفعش اسيب الناس زي ما تقال كده نهبا لكل من هب ودب، وانا قاعد بعيد واقول اصل هم ما بيسمعوش. طب ما تدلنا حاجة حلوة نسمعها. حاضر. ارجوكي والله. اقول لك بما انك بتضربي امثلة، يعني دلوقتي واحد راجل ميت من الجوع، هتديله اي حاجة هياكلها، لكن عايز تقول لي ان انا لو جبت له كده اكلة حلوة ومتستفة ومعمولة بمزاج ونفسها جميل هرفض؟ اهلا وسهلا، هات. وانا قلت لا، فما تسيبوش الناس جعانه. انا ان شاء الله ان شاء الله هقول لك على الخطه، بس هي الموضوع يعني فننا بيتكلف جامد قوي، هي دي المشكله الحقيقيه، والمنتجين ما بقوش كتير وبقيت عدوا على اصابع اليد الواحده كمان، يعني ما بقيناش محتاجين منتجين، مش بغزاره يعني، واحنا فننا بيتكلف جامد قوي، مش زي الناس بتوع المهرجانات والناس اللي يعني بيقعدوا على آلة بيعملوا أغنية في نص ساعة وتخلص، عارف؟ أيوة. يقولوا أي كلام يتعاليها يترسوا، بتحصل العيال بيبقوا مبسوطين بيها، وممكن تبقى فعلا ساعات تبقى كويسة وساعات تبقى بين المستوى، ومش كل وحش فعلا زي ما انت بتقول، بس الحلو منهم مش كتير برضو، فاهم؟ بس للأسف الشديد هم بيسمعوا أكتر مننا، لأن عندهم العيال اللي بيسمعون الجمهور كبير قوي 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 برضو. أرجع أقولك ودان الناس، مشكلتنا إحنا الكبار، ودان الناس وقلوبهم ووجدانهم عنده حالة جوع شديدة، اللي هتديهوله هياخده. الفن بتاع حضراتكو مكلف بس التكنولوجي دلوقتي بقت برضو حبوبة، رخصت الموضوع شوية من حيث الفلوس لكن ما رخصتش المحتوى. يعني ما هو الناس لسه بتروح تسمع حفلات موسيقية لراجح داود، والناس لسه بتروح تسمع حفلة موسيقية للدكتورة إيناس عبد الدايم، والناس لسه بتروح تحضر تسمع مزيكا لأنغام، والناس بتروح تحضر مزيكا لعمر خيرت. الحمد لله كمان كنت بعمل حفلات في طيب. الحمد لله كنت أهو. دايما بس أهو. هي الفكرة ان انت عشان تعمل انتاج جديد محتاج انك وشهدت يعني حنان على نفسها كده يعني. يعني الناس بتجيلي اهو، ما تسيبيهمش بقى. لا ما بسيبهمش، لا ما بسيبهم. ده لو انا اللي بلحن وبكتب لك الاغاني كنت هدافع اكتر من كده. ويعني المود مش هو فعلا، المود مش هو. اخلاقي مود جديد ان شاء الله، اول ما المود يتفتح ان شاء الله هتلاقيني موجوده ان شاء الله. لا يعني ده انا المخرج بتاعنا زغنطوط، عمرو زكريا زغنطوط، شاب صغنن يعني، قاعد عمال بيقول لي ده انا متربي على اغاني حنان ماضي. طب يقول لي ليله عشق واخداني اهو زكريا، اهو قاعد عمال بقى بيسرد لي في قلبه مات. خلاص يا عمرو، احنا ما مش عاملين حلقه عليك يا عمرو، احنا بنكلم الاستاذه حنان دلوقتي. الله يخليك. والله انا مبسوطه، والله مش عارفه اقول لك ايه، وفي نفس الوقت زعلانه على ان فقدنا احمد، وبس احمد انا متاكده ان هو الحمد لله في حته احسن من هنا بكتير، عشان هو كان انسان خلوق ومؤدب طبعا الله يرحمه بمعنى الكلمه، وكان فعلا يعني ما فيش حد بيذكره الا لازم يقول عليه النبيل الطيب اللي ما حصلش فعلا، الله يرحمه ويحسن اليه ويغفر. احنا هنعود عن طريق برنامج التاسعه، هتنورينا وهنقعد والفرقه وهنغني، قلتي ايه؟ طبعا طبعا توكلنا على الله ان شاء الله. اعتمد طبعا انت على الله طبعا ان شاء الله طبعا. يبارك فيك ربنا.
خلينا نبص لقدام، رحل صحيح عننا الفنان الكبير أحمد الحجار، لكن الأعمال تظل دائما خالدة. أنا بشكرك جدا 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 على المكالمة، وأشكرك جدا على قبول الدعوة الفنانة الكبيرة حنان ماضي. وهرجع أقول لكم أنا من الناس اللي بتشوف أنه ولا أحمد الحجار مات ولا الحاج إبراهيم الحجار الله يرحمه كما كان يحب أن الناس تدعوه يعني مات إطلاقا. فن الناس دي عايش وهيعيش وهيظل موجود. إذا كنا احنا لسه دلوقتي قايلين سيد درويش وعبد الوهاب وفريد وأسمهان وهلم جرة، هو الناس دي ماتت؟ الناس دي انتقلت إلى الحياة الأخرى، ويظل الفن موجود حتى يوم الدين. شكرا جدا مرة تانية الفنانة حنان ماضي. عندنا ايه تاني يا جماعة هنتكلم فيه؟ هنتكلم على تونس والغنوشي اللي يحال بقى، يحال النيابة التونسية تحيل 19 شخص للقضاء من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لاتهامهم بارتكاب جرائم انتخابية طبقا للتوصيف هناك في تونس، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، عدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملات الانتخابية. طب بالذمة عايزينهم يفصحوا عن الموارد ازاي بقى؟ يعني يقولوا ايه؟ عايزين الإخوان يقولوا ايه عن مواردهم المالية؟ ده اسمه كلام. على كل دي جرائم منصوص عليها في القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية في تونس وكذلك بالمناسبة في العالم. من أشهر تتذكروا أنه فتح القضاء التونسي تحقيقات واسعة النطاق بحق عدة أحزاب سياسية على رأسها حركة النهضة بشؤون قبول تمويلات مجهولة المصدر. الطينة من العجينة يعني، هم هيجيبوه من بره. طب احنا معانا على التليفون الأستاذة بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بتونس. أهلا بيك يا فندم. ألو أستاذة بدرة، الخط قطع. عموما يعني في النهاية احنا هنحاول نعود الاتصال مرة تانية بالأستاذة بدرة، بس هرجع أقول لكم، وهل حط الأخوان بمكان وعرفت مصدر تمويله؟ لا. طب بلاش، عرفت شكل الإنفاق؟ لا. طب هل هتعرف مصدر التمويل؟ انسى. هل هتعرف شكل الإنفاق؟ طبعا. هينفق على البلطجية وهينفق على الصيع وهينفق على السلاح وهينفق على الميليشيات وهينفق على تهديد الناس وهينفق على الاغتيالات السياسية طبعا. امال انت فاكره بينفق على الإيه يعني؟ هو انتم مصدقين لحد اللحظة اللي احنا فيها دي ان الاخوان كانوا بيقوموا بدور دعوي توعوي اجتماعي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخته، خدي الشال ده عشان تتحجبي في يوم من الايام، ربنا يا رب يديمه عليكي. عيب، ده احنا شفناهم وعجناهم وخبزناهم، مفيش اكتر من كده. مفيش حد اتكوى بنار هذه الجماعة المنحطة قد بلدنا. خلونا ناخد معانا مرة تانية الأستاذة بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. إزاي الصح؟ كله تمام؟ الحمد لله يا ربي، تونس تمام وشعب تونس تمام، ويا ربي يديمها بركة كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة. وعام 2022 يا رب إن شاء الله عام مبروك على الأمة العربية والإسلامية. اللهم أمين، ويكون عام حسم بما هو متعلق بكل يعني من هو مرتبط بتنظيمات الإخوان في مصر في تونس في العالم كله، يبقى العام الحاسم وننتهي من هؤلاء الناس. ماذا بقى عن ال 19 اللي تم إحالتهم للقضاء بتهمة أو متعلقين بجرائم انتخابية وعلى رأسهم الغنوشي؟ إذن تونس أولا يوم 31 ديسمبر كان إلقاء القبض على يعني الصندوق الأسود لحركة الإخوانجية في تونس نور الدين البحيري، وإلى الآن يعني هم يتباكون ويعني ويلعبون دور الضحية. اليوم نقول أنه دائرة المحاسبات وملف هيئة الانتخابات والتجاوزات في الانتخابات قد تم إعطائه إلى المحكمة الابتدائية بتونس، والحمد لله. وأخيرا
أنه بدأ القضاء يتحرك نحو يعني فتح هذه الملفات. 19 منهم يعني من المترشحين سواء كانوا الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات التشريعية تمت إدانتهم بارتكابهم لجرائم معينة، يعني سواء تمويل أجنبي وهو ممنوع طبعا في تونس، كذلك تجاوز يعني الصمت الانتخابي، تزييف، رشاوي، يعني كل شيء، هذه بعديد من التهم. والقضاء أمر بإحالة هذه الملفات للدائرة الجنائية. وننتظر كذلك، قال في آخر البيان المحكمة تقول أن هناك كذلك أشخاص آخرين وسيتم الإعلان عليهم. يعني هذه الدفعة الأولى طبعا وعلى رأسها زعيم الإرهاب وزعيم الإخوانجية هو راشد الغنوشي، عندما دخل عنده الكثير من التجاوزات والكثير، تكلمنا في 2019 في الانتخابات التشريعية عن تجاوزات كبيرة يعني لإنجاح القائمة اللي هو فيها. هو نجح بقائمة يعني بكل السبل، وكان هناك تدليس يعني وتزوير في الانتخابات، وهناك تجاوزات كبيرة جدا قد تم الإعلان عليها وتم وضعها في دائرة المحاسبات وفي الهيئة العليا للانتخابات، واليوم يعني تم فتح هذا الملف الحمد لله. وكأن القضاء التونسي بدأ يتحرك نحو ما يريده الشعب التونسي والقيادة التونسية، بأن كل من أجرم، كل من ارتكب خطأ يجب أن يكون أمام العدالة بإذن الله، يعني والعدالة هتاخد مجراها. لكن كمان دكتور بدرة مهمة عندي أن أنا قدر الإمكان أفهم، يعني إذا كانت المعلومة دي متاحة عند حضرتك، هذه الجرائم عقوبتها تصل إلى أي مدى؟ هو العقوبة أولا أنه عزلوا من البرلمان وهم مجمدين بطبيعتهم يعني إلى أن يأتي الانتخابات القادمة في 17 ديسمبر 2022. هذه مبدئيا. حل الكتلة كذلك رائع. يعني هذه العقوبة الثانية. العقوبة الثالثة هو هناك غرامة مالية كبيرة وكبيرة جدا، وهناك السجن إلى يصل إلى 5 سنوات سجن. بس يعني هذه قضية، يعني احنا كيف مش نحكيه على مثلا مش نحكيه على راشد الغنوشي، فانه هذه قضية صغيرة من قضاياه، يعني هذه حاجة صغيرة من قضاياه، وهذه بداية. ونتمنى ان يكون يعني هناك اتاحة الفرصة بوضع اليد على قضايا وملفات خاصة التسفير، الارهاب، الفساد في الدولة، يعني الابتزاز، الرشاوي، التحريض يعني على التحريض والتخطيط على الاغتيال السياسي كمان، يعني خاصة ملف الاغتيالات السياسية وشكري بالعيد والمرحوم البراهمي. طبعا هذه مزود قضايا يعني تاخذ من وراء الشمس وهو متورط فيها. كذلك فما الجهاز السري واللي هو يشرف عليه رأسا، والأمن الموازي والذي يشرف عليه رأسا، قضايا السلاح، قضايا كثير من القضايا، يعني ما خلاش قضية ما خدمش فيها الشخص هذا للأسف. ما فماش فساد ما ارتكبوش، ما فماش جريمة ما عملهاش. وأكبر جريمة طبعا هو جريمته في تونس وإنهاك الدولة التونسية ودمار الدولة التونسية. إن شاء الله يتحرك أو تتحرك جهات التحقيق والجهات القضائية التونسية بشأن هذه الأمور جميعا، يعني في النهاية خالص تتساقط قطع الدومينو واحدة تلو الأخرى إلى أن تأتي إلى المركز زي راشد الغنوشي، ويتم القضاء على هذا التنظيم عن بكرة أبيه في تونس بل وفي العالم. يعني هانت، أنا أتفائل بالخير في 2022. أشكرك جدا دكتورة بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بتونس. أنا عايز أستأذنكم في أنه هنروح لفاصل، هنرجع بعد الفاصل نفهم قصة الوصفات الطبية الدوائية اللي بتحصل بشكل عشوائي. فاصل ونكمل الكلام.
اهلا بحضراتكم مره تانية. شوفوا بقى انا بتكلم في ايه او احنا بنتكلم في ايه. بنتكلم على مساله الوصفات العلاجيه اللي ممكن تبقى موجوده على بعض من مواقع الانترنت وبعض صفحات التواصل الاجتماعي. ممكن يوصفها لك حد في الصيدليه، وارد يكون دكتور صيدلي وارد يكون لا، ممكن واحد صاحبك يقول لك عليه بص بقى ده في حقنه بتبقى مش عارف ايه، بس روح للصيدلي يقول له حقنه البرد هو هيظبطك. انا الكلام ده ما بفهموش ليه بقى، علشان بره اصلا هو ما ينفعش تاخد اي حاجه غير بالكتير أدوية صداع دي اللي تاخدها من غير روشت، بس غير كده يقول لك البريسكريبشن فين. قصة بقى أخد حقنة أصلا من غير روشتة دي مش فيها استحالة، ده يعني جريمة. طيب خلونا نرحب بضيفتنا العزيزة جدا دكتور إيناس عبد الحليم، أستاذة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب والأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة. منورانا وألف حمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك. ودي أهم حاجة. كنت حاجة طيبة وانت طيب. كله تمام؟ تمام الحمد لله. مسألة الوصفات يا فندم اللي بتتحط على صفحات انترنت ومواقع ويوصفها لي واحد صاحبي ويوصفها لي حد في الصيدلية وما إلى ذلك، اللي أنا فاهمه إن ده أكيد غلط. أكيد. إيه؟ لا أكيد غلط. طيب إحنا نعمل إيه؟ الحقيقة أنا كنت متقدمة امبارح بطلب إحاطة. أيوة. على أن بعض الأهالي أو بعض المرضى اشتكوا أن هم تبعوا هذه الوصفات وحصلت عندهم أعراض جانبية وحصل عندهم مشاكل كتير صحية، فعايزين يعرفوا الوضع إيه. طلب ده بالمناسبة أقام الدنيا ولم يقعدها. لا، وامبارح وصلنا التوصيات كويسة. حلو قوي، نفهم بقى. المفروض ان في قانون لهيئه تصنيع الدواء. القانون ده فيه جزء للتفتيش على الصيدليات، تفتيش ومعاه سلطه قضائيه، يعني بيقفل. للاسف التفتيش ما بينزلش دوري، وشويه مشاكل في فصل هيئه الدواء عن وزاره الصحه، فما فيش نزول مستمر، بينزلوا بالطلب. يعني انا اقول له مثلا الصيدليه الفلانيه فيها ادويه غلط بتتباع او ادويه مهربه، بينزلوا بيعمل اجراءاته. هل المخالفة دي كافية؟ ما عرفش بيوصلوا لإيه بعد ما بيقفلوا أو يشمعوا الصيدلية. الفكرة إن عشان أكتب وصفة لازم يكون طبيب، يكون طبيب متخصص. وأعتقد إن الحقنة الثلاثية بتاعة الأيام اللي فاتت عشان تواجه الأنفلونزا، يعني هقول لك مفاجأة، الحقنة الأنتيبيوتيك اللي فيها أو المضاد الحيوي بيتحلل في الحقنة الثانية، ما بيحللوهوش في المية بتاعته. وبيحطوا الفولتارين بيتحلل فيه الانتيبيوتيك ويتحط عليه كورتيزون ويتحقن بيه المريض. فانا بخلط عناصر دوائيه مع بعض، مش بس كده، وبديهم كلهم مع بعض في حقنه واحده. هل هو الصيدلي من حقه يدي حقن في الصيدليه؟ هو مش دكتور، ودكتور تعني دكتوراه، خلينا انه مش طبيب، هو صيدلي. صيدلي يعني يقدر يحضر ادويه، يصرف أدوية، يشوف الأدوية. لكن تفاجأ مثلا واحد معاه ثانوية أزهرية فاتح في وسط الصيدلية مع صيدلي شغال وجايب أجهزة بيقيس السكر واليوريك أسيد والكوليسترول والكتلة الجسم، كل ده طبعا نص الإعلان في 5 دقائق. طب هو بيستخدم أجهزة إيه؟ الأجهزة اللي بتديله النتائج دي؟ وليه ما بيلجأش لطبيب متخصص؟ في حد هيحلل كمان في الصيدلية؟ الناس استسهلت، وبعض الناس بتقول ايه يعني ما الفلاح في القرى والفلاحين هينزل عشان يروح لدكتور، ما هو بيستسهل وارخص. لا مش ارخص. انا ما اعرفش الطبيب هيشخص ازاي وبيدي روشته. طب والصيدلي بيشخص على اي اساس؟ كله شبه بعضه. بنصرف المضادات الحيويه، وده قرار اللي اتخذ امبارح، ما فيش صرف مضادات حيويه في مصر بموافقه الدكتور تامر عصام، وهيصدر بيان بكده لكل الصيدليات الا بوصفه طبيه. ما ينفعش اي واحد يدخل يقول انا بكح انا سخن نديله مضاد حيوي. قد يكون مضاد حيوي يجيب نتيجه، مره تانية يكون السبب في ان الفيروس او البكتيريا تزداد شراسه وما عادش يستجيب لنوع المضاد الحيوي. البنت اللي ماتت في الصيدليه اللي في المنوفيه على ما اعتقد دي اداها مضاد حيوي من غير ما يعمل اختبار. ما في انواع من البنسلين ناس حساسه ليها، ممكن الواحد يموت في الحال. انا عندي حساسيه من السلف. طيب فمش كل الناس تعرف، فدي مشكلة. هل هو عمل لها اختبار حساسية؟ وهل من حقه ان هو يدي حقن لأي مريض؟ لا طبعا ده مش موجود. في القوانين اللي نازلة بتحكم حاجات كتير قوي في هيئة تصنيع الدواء والمخازن. في مخازن كتير في مصر بتبيع هي الدواء. يعني ده انا لسه مخزن الدواء ده مفروض ان هو ليه حق التوزيع.
أيوة. على الصيدليات مش البيع، مش البيع، بيبيع من خلال انه يمنع في التخزين يخزنوا ادويه معينه تخرج في وقت معين لناس معينه وتتباع باي سعر. في القانون احنا حطينا شروط جامده جدا على المخازن لسبب ما كانش فيه تهويه كويسه في المخزن، درجات الحراره متناسبه مع الدواء اللي بيتاخد ممكن الدواء يبوظ. احنا درجه حرارتنا عمرها ما هتبقى درجه 25 اللي هي في درجه حراره اي غرفه، احنا في الصيف بنعدي ال 48، لو ظهر المخزن في شمس ممكن الدواء اللي جوه ده يبوظ. تاني حاجه الادويه المهربه او الادويه المستورده اللي متوفره اكتر من ادويتنا في الاجزخانات، دي ادويه مش داخله بطريقه شرعيه، طب ما هو لازم يبقى عليها ظبطيات، دخلت ازاي ولما تهربت الادويه دي اتحفظت صح ولا لا. فالدواء ده برضو له تاثير على المريض. الجديد في التواصل الاجتماعي انه بيوصفوا دواء ووصلت ان الصيدلي او اللي ماسك الصفحه بيكتب له روشيتا، بيكتب روشيتا وبيديها للمريض. طب على اي اساس كتب الروشيتا؟ انا مش ضد انهم يشتغلوا في صيدلياته، كل واحد يبقى فيه تخصص، لازم يبقى فيه جوب ديسكريبشن. انا دكتوره تخصصي اورام بشتغل في الاورام، مش من حقي اروح اكشف على واحد عنده امراض صدر، ولا من حقي ان انا اقوم اشتغل بطنه حتى لو انا درسها في الكليه، ما ينفعش. الدنيا كلها عندها سب سبيشاليتي، الناس ما بياخدش البطنه الوحيده، ده بياخد جزء صغير من البطنه يشتغل فيه. بقى في تخصص في الاورام التخصص. ايوه في الاورام بناخد نوع واحد من الاورام، ما بشتغلش كل الاورام، ده المفروض، لان لما اتفرغ لحاجه صغيره هدي نتائج احسن. اللي احنا عندنا في تسيب جامد جدا في موضوع الصيدليات، وكنا حاولنا نعمل قانون وما استمرش، لازم يبقى في حاجه تحكم الصيدليات. الجزء بتاع منع المضاد الحيوي ده مهم جدا. الجزء الثاني اللي احنا توعدنا بيه انهم ابتدوا يعملوا العمليه الرقميه للادويه على اساس ما يوصل التامين الصحي الشامل، ويبقى زي بدينهم بورسعيد ويبقى المريض مسجل، سهل جدا انك تقول بتوع الامراض المزمنه بياخد ايه كل شهر، اقدر انزل له ادويته على كارت على النت، في بره بتكشف وبتاخد الدواء من اقرب صيدليه على النت، ما بتاخدش من الدكتور البريسكريبشن، لا انت بتلاقيها موجوده عند الصيدليه القريبه للبيت وبيسلمك الدواء. برضو من الحاجات اللي كنا بنتناقش فيها، احنا من الدول اللي بتستخدم كرتون وعلب لكل دواء مستورد، كرتون مستورد والعلب مستورده، بنكلف الحاجات دي كتير جدا. في نفس الوقت احنا دولة بتنتج دواء من سنة 38، الأردن بتصدر ب 13 مليار، احنا يمكن السنة اللي فاتت كنا بنصدر بمليار، برغم ان دوانا أرخص دواء فعاليته جيدة جدا، التكلفة عندنا عالية وده اللي خسر مصانع كتير، ومصانع كتير قفلت. فليه ما نبقاش زي البلاد كلها بيدي الدواء بالعدد وفي علب بسيطة كده بلاستيك وعليها ستيكر بيقول السايد افكت اللي ممكن يحصل ايه، المضاعفات اللي ممكن تحصل والجرعه ايه. انتهى الموضوع، بياخد عدد حبوب، واحنا بناخد المضاد الحيوي بنصرفه اكبر من العدد والعيان ما بيستخدموش وبيترمي. بيترمي في طيب ليه استهلاكنا في الكرتون وفي الحاجات دي حاجات احنا اتناقشنا فيها. الحقيقه ان هيئه تصنيع الدواء والدكتور تامر كان متفاهم جدا امبارح ومعترفين ان ده موجود، واحنا مش قادرين نضغط، احنا بنبين المشاكل لمصلحه المواطن، وزي ما اتفقنا امبارح محتاجين توعيه، لازم المواطن يبقى عارف كويس قوي ان مش اي حاجه يتحقن بيها، ومش اي دواء يتوصف له سواء من صديق سواء من وصفه على السوشيال ميديا سواء من وصفه من صيدلي اروح اخد الدواء واستخدمه من غير ما اكون انا عارف انا عندي ايه، ممكن ادخل في مضاعفات جانبيه اخطر من المرض نفسه اللي موجود عندي. مش هنشد قوي على هيئه تصنيع الدواء، القانون معمول سنه 2019، احنا بقى سنتين بيحاولوا ينظموا وينظم بيته من الداخل، هيعمل في المحافظات كلها، بس الفكره ان محتاجين قانون للصيادله. طيب هنا خليني اخد معانا على التليفون دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع الدوائي بنقابه الصيادله، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ يوسف، اهلا بالسادة المشاهدين، وتحياتي للدكتوره ايناس. اهلا بيك يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور. انا اعتقد حضرتك سمعت جانب من كلام دكتور ايناس، واظن انه النقابه كمان ليها دور مهم. يمكن انا عايز اضيف نقطه، انه هو احنا نقدر نحكم كل هذا الموضوع
عن طريق انه ما فيش صرف ادويه يحصل من الصيدليات غير بروشتة معتمده ومختومه. في عصر التكنولوجيا الجديده نقدر نعمل روشتة الكترونيه وليها كيو ار كود وما الى ذلك، وتتجهز الصيدليه بالسيستم ده. بس الاول اخد راي حضرتك او تعليقك على كلام دكتور ايناس. طبعا انا موافق جدا 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 على صرف الدواء بالوصفه الطبيه وبروشته. لكن يا فندم احنا قبل ما نقول يعني صرف الدواء بروشته، احنا لازم نتفق ان في العالم كله في حاجه اسمها او تي سي، والدكتور ايناس طبعا عارفه الموضوع ده كله، ده موجود في اوروبا كلها. حضرتك ممكن تدخل تاخد باراستامول اقراص من الصيدليه على طول من غير مشكله، وفي قائمه للاو تي سي معموله في العالم كله. احنا طالبنا ومرارا تكرارا ان في قائمه للادويه الوصفيه اللي انا اقدر اوصفها. لكن انا اتحدى اي حد في مصر يقدر يقول ان في صيدلي صرف دواء ضغط او سكر لمريض من غير وصفه طبيه. مستحيل. حته ان الممارسات الطبيه في الصيدليه ان حد بيقيس ضغط او سكر، حضرتك الطبيب نفسه بيطلب من المريض ان يبقى معاه توفر عنده في البيت جهاز ضغط او سكر عشان يعرف السكر والضغط عنده ماشي ازاي. لا علشان افهم النقطه دي يا دكتور، يعني حضرتك بتقول يعني بعض الناس تقول لك ايه، نيجي طبيب نيجي من الصيدليه بتقيس السكر، يا استاذ يوسف انا عندي 80,000 صيدليه في مصر، في قرى ونجوع في بعض المناطق عشان يوصل لاقرب مستشفى او مركز طبي او عياده ممكن يركب مركب، ممكن يركب معديه، ممكن ياخد له ساعه في المواصلات. اقرب مكان مقدم خدمه صحيه هو الصيدليه. واحد مريض ضغط، مريض سكر، ليه السكر عنده مرتفع، يرجع البيت يعرف يتصرف، ياخد جرعه انسولين محدده لغايه ما يرجع للطبيب. هل ده حرام؟ طيب حضرتك بتقول دلوقتي انا عايز وصفه طبيه، عايز وصفه طبيه، خليك معايا يا استاذ، وصفه طبيه. الاول يعني روشته. يعني انا استاذ يوسف دلوقتي لو جات لي روشته مطبوعه مكتوب على، انا اسف يعني، مكتوب عليها الاستاذ الدكتور يوسف الحسيني اخصائي الامراض الصدريه، ومكتوب فيها مضاد حيوي ومكتوب فيها بعض الادويه، اصرفها؟ لا خلاص، ما هعرف منين الاستاذ يوسف الحسيني صح؟ الروشته دي يا مختومه يا مش مختومه، لازم يبقى رقم واحد، يبقى روشته عليها ختم الطبيب، عليها رقم القيد بتاعه، مدموغه روشته عليها ضغط طبيه، وده ما بيحصلش في مصر كلها. صح يا استاذ، صح يا دكتور ايناس ولا لا؟ ما بيحصلش. ثانيا حضرتك اكتر من 50% من العيادات في مصر مش مرخصه. ثالثا حضرتك عايز تصرف الدواء بالروشته، انا موافق جدا زي دول العالم كله، بس ما اخدش حته واسيب حته. العالم كله بيصرف الدواء ازاي يا استاذ يوسف؟ بالاسم العلمي. ومن خلال النقطه بتاعت الحقنه بتاعت 3 في 1، احنا اول جهه رسميه في مصر منذ سنوات حذرنا من الحقنه 3 في 1، واكثر من سبب نقابه صيادله القاهره. طب ما تيجي نقطه مهمه جدا يا استاذ يوسف، ايه اللي بيخلي الدكتوره ايناس قالت نقطه في منتهى الخطوره؟ ان كثره استخدام المضاد الحيوي هيدمر جهاز المناعه. انا عايز اقول لك على معلومه الناس تفهمها كويس قوي وتحفظها صم، الجهات التشريعيه والجهات التنفيذيه تسمع الكلام ده كويس قوي. احنا كل سنه كل يوم بيطلع مسكن جديد يا استاذ يوسف، الاف دي او دبليو شو او اي دواء متقدمه، بيطلع مشتقات المسكنات الاسم العلمي كل يوم مسكن جديد، دواء ضغط جديد كل يوم، دواء سكر جديد كل يوم، المضاد الحيوي كل كام سنه بنكتشف مضاد حيوي جديد. فبتيجي فتره مع كثره استخدام المضادات الحيويه هتلاقي جهاز المناعه في الجسم اتدمر، والمضاد الحيوي الموجود على الرف مش هيبدا يجيب نتيجه مع المريض المصري والمريض المصري فقط بسبب كثره استخدام المضاد الحيوي. طب ما تيجي نبدا اتفاق حلو قوي. احنا دلوقتي في مشكله كبيره جدا، وانا لغايه دلوقتي للاسف مش شايف لها يعني مش شايف لها سبب. ايه المشكله؟ ان انا اصرف الدواء بالاسم العلمي. ايه المشكله ان يطلع تشريع من الجهات التنفيذيه والتشريعيه في البلد تقول على الطبيب ان يصرف الدواء بالاسم العلمي مثل اي دوله متقدمه صحيا في الخارج؟ دي حاجه يا دكتور هستاذنك في المقاطعه، دي حاجه هنرجع فيها للدكتور ايناس باعتبارها انها طبيبه كبيره مما لا شك فيه، وكذلك عضوه في المجلس النيابي، وبالتالي يعني هي احد المسؤولين عن التشريع في هذه البلد. انا سؤالي هو يعني انا النهارده ادخل الصيدليه اقول له انا عايز دواء كذا بتاع السكر هيديهولي ولا مش هيديهولي؟ طب اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف. لا جاوبني بس، معلش جاوبني بس. هيديهولك عارف ليه؟ عارف ليه؟ لانه ما اديهولكش تعمل في محضر تحبسه، تخيل. مين اللي قال؟ ما قانون وزاره الصيدله يا فندم ماده 76 لا يجوز للصيدلي امتناع عن بيع الدواء الموجود عنده في الصيدله والعميل طلبه. في كمان عندي نقطة مهمة جدا. في فرق يا فندم ما بين ان انا داخل بوصفة طبية روشتة معتمدة مدموغة او ان انا اخش اقول له انا عايز دواء كذا بتاع السكر. استاذ يوسف انا دفعة 99 صيدلة 96
96 سنة بمارس المهنة، ثلاث مرات شفت الروشتة المدموعة. 22 سنة بمارس مهنة صيدلة، ثلاث مرات أصرف أدوية روشتة مدموعة، والباقي كله عبارة عن ورق بتجيله مطبوعة. يعني لو رفضت الصرف إيه اللي هيحصل؟ ما ده اللي أنا بسأله. لو رفضت صرف الدواء بدون وجود وصفة طبية معتمدة، حد يقدر يقول لك تلت التلاتة كام؟ لا لا، عندي انا ماده في القانون يا استاذ يوسف بتقول ايه، ماده 32 صرف الادويه بالروشتة ما عدا الادويه الدستوريه. واحنا مستنيين اقول لك على نقطه مهمه جدا. هيئه الدواء المصريه منذ سنه تقريبا دشنت مجموعه او فريق عمل في هيئه الدواء المصريه براس دكتور ايمن الخطيب نائب رئيس هيئه الدواء المصريه، ان بيعمل دستور الادويه المصري. دستور الادويه المصري ده هيبقى شامل كل الادويه وتعريف الدواء وطريقه تحليله، وبالتالي انا كصيدلي ما اقدرش اصرف روشتة من غير روشتة ما عدا ما اقدرش اصرف دواء من غير روشتة ما عدا الادويه الدستوريه اللي بتستخدم الخارج والباطن، وده موجوده في القانون يا فندم. انا مش فاهم هو في يعني، انا عايز افهم حاجه يا استاذ يوسف. بره الناس في سيستم وفي منظومه كامله بتعملها كويس. انا في مصر ناخد منظومه من دوله اوروبيه وانقلها في مصر، لكن اخد حته بتعجبني والحته الثانيه لا. يعني احنا مش عايزين، لا احنا ما بنقولش كده يا دكتور، احنا ما بنقولش هناخد حته ونسيب الباقي. طب اقول لحضرتك انا هستاذنك بس لحظه واحده برضو، لازم ندي فرصه للدكتور ايناس ترد على هذه النقاط اللي حضرتك عرضتها. هو الحقيقه طبعا الدكتور محفوظ ده صديق عزيز عليا، واحنا اتفاهمنا في حاجات كتير، بس يعني اعتقد انه ان انا تابع الدواء او انه لازم اخد الوصفه مختومه، بكل الدكاتره بتحط الاكلاشيه بتاع، مش ممكن يكون حد عامل اكلاشيه دكتور في نفس الوقت الروشتات كلها بتخرج مختومه، مفيش دفتر روشتات من غير ما يتختم. طب ما هما بيصرفوش المخدرات والادويه اللي احنا يعني احنا كاورام من حقنا بنصرف الادويه المخدره والحاجات دي، ما بتتصرفش الا بروشتة ومختوم. طب ودي مخدرات، طب ما هو يبقى نفس النظام، ايه اللي هيفرق؟ هل في مريض هيدخل يقول له انا عايز ترامادول ولا عايز حقنه مورفين هيدوها له؟ مش هيدوها له. لكن الفكره ان تطبيق القانون اللي اتحط سنه 2019 هياخد وقته على ما ينظموا العمليه بانهم ينقلوا الاستاف القديم وياخدوا جزء منهم ويجيبوهم في النظام الجديد، يدخلوا في المنظومه يبتدوا يشتغلوا. لازم يبقى في تراك للدواء، الدواء يخرج من المصنع وابقى متابع هو ماشي فين، الأدوية المهربة بتتصرف إزاي؟ هي مش مكتوبة ولا موجودة، بتتصرف إزاي؟ بيدوها للعيانين إزاي؟ ليه الأدوية المستوردة متوفرة أكتر من أدويتنا المصرية؟ ليه التخزين مش مظبوط؟ ليه الصيدلي اللي واقف في الصيدلية ما بيبقاش صيدلي؟ أغلبهم دبلوم تجارة وموظفين، كلامي مظبوط ولا غلط؟ كم صيدلي اللي بيصرف الدواء؟ يمكن الدكتور محفوظ واقف في صيدليته وبيصرف بنفسه وبيراجع، لكن أغلبية الوقت اللي موجودين في الصيدلية مين؟ موظف. ما هو الصيدلي طيب أما يدخل بقى عيان يقول له عايز دواء السكر الفلاني، هو عارف دواء السكر ده هو أنهي نوع فيهم؟ يعني هو موظف أو دبلوم تجارة أو أي كان شهادته ينفع يطلع الدواء ولا بيجيبه ولا بالتمرين من كتر ما هو قاعد؟ طيب ده ما ينفعش، احنا مش أقل من أي دولة متقدمة، احنا عملنا قانون علشان ننظم العملية، حتى المخازن ما فوتناهاش وحطينا الشروط، المستلزمات الطبية اتحطت في نفس القانون عشان ما نصرفش مستلزمات من غير ما يكون الحكاية مدعومة. هو ينفع واحد ينزل ياخد محاليل ويمشي؟ يعني انا عايز بس الاول اشكر دكتور محفوظ رمزي. دكتور احنا لازم نبقى لينا قاعده في هذا البرنامج ضروري بحضور دكتور ايناس، مش في اطار التناظر بقدر ما هي في اطار وضع الحل، ودي اهم حاجه. اشكرك مره تانية دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنه التصنيع. طب دكتور ايناس كلمه اخيره زي ما بيتقال في هذه الفقره، انا اكتر حاجه شغله دماغي، انا في امريكا بروح مثلا لصيدليه اسمها كذا ما اقدرش اقول اسمها، فهي بتأملي بتحاليل، بس الصيدليه دي واخده اعتماد قانوني المعمل فدرالي اللي عندها يسمح لها بالاجراء التحليل. ايوه طيب، وفي نفس الوقت اصبح دلوقتي في ترند اللي ماشي في الدنيا ان الروشتة بقت الكتروني بكيو ار كود، كله بياخدها بيسكان بيعرف انه ايوه دي روشتة وممكن حقيقية. تتبعت له على الكمبيوتر قبل ما انت توصل خلاص كده. احنا ليه ما نعملش ده عندنا؟ ما ده المفروض ان ده اللي هيحصل. هل هنبقى في عندنا تشريع قريب بخصوص هذه الامور؟ في تشريع قريب على الموضوع السوشيال ميديا، مش القانون اللي احنا عملناه بتاع الاعلانات. الحكومه بتجهز قانون ما بين هيئة تصنيع الدواء ووزارة الاتصالات عشان يحجموا الموضوع ده، وفعلا في صفحات اتقفلت
واتقبض على الناس اللي بيديروها عن طريق متابعتهم من وزارة الاتصالات ببلاغ من هيئة تصنيع الدواء. لكن هيئة تصنيع الدواء مش هتقعد طول النهار تلحق القنوات. انت بتشوف اعلانات للأدوية غريبة جدا. انا مش هذكر حاجة بس يعني في دواء مستخرجينه من عشب معين بيعالج كل الأمراض ويجيبوا ناس كانت ما بتمشيش مشيت، أورام موجودة سرطانية اختفت، وحاجات بتتعرض. الناس بتصدق للأسف. وبعدين الناس بتاخد الحاجات دي أو بتاخد الأعشاب للتخسيس لأنه يزيل الألم. بتحصل مضاعفات بيكسفوا يقولوا لأن ما يقدرش يقول إيه اللي حصل. الأدوية اللي عمالة تتحط في العسل، والعسل بيعمل بينجز وبيخلص على الأمراض وبيخلص على الفيروسات. إحنا كده مش نقص، مش قانون بس، محتاجين توعية للناس. أنا ما يلزمنيش مش القانون اللي حيقدر يعمل، ما في قوانين كتير لازم نعمل حملة توعية حقيقية. لازم الناس تعرف. دكتور إيناس نورتينا وشرفتينا كما جرى العادة، وألف حمد لله على سلامة حضرتك ويا رب سنة سعيدة عليك علينا وعليك. كل الشكر لحضرتك. هستأذنكم نروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل بفقرة هتبقى قصيرة للأسف الشديد، لكن يعني الكويس فيها ان احنا ما شفناش من زمان ناقدنا وكاتبنا الكبير استاذ طارق الشناوي، فهيكون موجود معانا بعد الفاصل ان شاء الله. استنونا. هما صحيح 10 دقايق بس انا هستغلهم لاستغلال امثل بصراحه. خلوني ارحب بشده بكاتب كبير استاذ طارق الشناوي، وحشني الحقيقه ما شفتوش من زمان من ساعه ما كنا قاعدين هنا اهو. ايوه صح صح. ايه الاخبار؟ تمام كله تمام كل شيء تمام. يمكن احنا كنا قاعدين عمالين بنفكر في مش في تحليل لمشهد معين ولا لفيلم ولا لعمل ولا لظاهرة، على قد ما كنا بنفكر في مسألة فلان اللي عاوز يطلع يقلد علان. يعني فلان الفلاني عاوز الخصوصية علان العلاني عاوز يبقى عمرو دياب، ترتان الترتاني عاوز يبقى عادل إمام، رشدي أباظة رشدي أباظة وهكذا. وفي نجوم كبيرة وقعوا في الفخ ده. صح. هما بيعملوا كده ليه؟ يعني ليه ما بقاش أنا؟ استسهال النجاح. زمان لما طلع محمد رشدي في نهاية الأربعينات ومطلع الخمسينيات كان سبقه مين؟ عبد المطلب طبعا. فطبعا لما يكون في مطرب كبير زي عبد المطلب بيطلع له مقلدين وبيبقى قوي، يعني لدرجة ان انت ما تقدرش تهرب منه، يعني صعب انك تهرب من عبد المطلب. فرشدي بدأ يقلد عبد المطلب. فشوف بقى الأساتذة الكبار بتوع الإذاعة المصرية الشجاعي والاسماء الكبيره دي كلها والحديدي، يعني اسماء عظيمه. قال له بص انا عندي، انا زي عندي سوبر ماركت، عندي نوع من الجبنه اسمه عبد المطلب، مش هجيب نفس النوع وابيعه باسم محمد رشدي، الناس هتروح برضه لعبد المطلب، دور على سكه ثانيه. فدور فعلا بقى محمد رشدي ليه؟ وعرف سكته، لانه عارف سكه ثانيه خالص. برضه محمد العزبي بعدهم بشويه صغيرين نفس الحكايه. طغيان مطرب كبير وارد، لكن وان انت تقلده في الاول وارد برضو، ده تأثر. لكن بس على طول في لحظه تكتشف نفسك، اذا لم تكتشف نفسك بتعيش في الظل للابد. في ناس عملت يعني محمد عبد الوهاب، مسكار محمد عبد الوهاب نفس الكاريزما، دول بيبقوا حالات مشعه، الناس تطلع تقلدهم زي ام كلثوم، الناس تطلع تقلدها. دي مش محسوبه باي منطق غير طغيان الاصل. فالاصل بيخلق صور. الذكي اللي هو يهرب من الصوره، يعني ما هي نجاة بدات تغني، نجاة في الاربعينيات كانت تغني لام كلثوم. اوكي. بس بقت نجاة وهي طفله، وطبعا لما تكون طفله الناس تتبسط قوي انها بتغني انا في انتظارك مثلا. لكن بعد كده بتبقى نفسها، وده اللي حصل مع امال ماهر. لو تفتكر طبعا بدات انه كلثوميه الطابع طبعا حلو، والناس تقبلت شوية، بس ما حققتش نجومية إلا لما هربت شخصيتها المستقلة. هربت من فستان أم كلثوم يعني لم يعني انتهت بقى لها كيانها وهكذا. عبد الحليم حافظ طبعا هو أكتر مطرب ينطبق عليه ده. أنا لو رجعت الأرشيف تكتشف إنه مثلا في سنة 54 عمل قنبلة اسمها على قد الشوق. ففي الإذاعة المصرية
اكتشفوا الناس راحت لجان الاستماع، خد بالك ده قبل التلفزيون سنه 60، فراحوا الاذاعه عايزين يبقوا مطربين، فكلهم كانوا ال 50 واحد بيغنوا ايه؟ بيغنوا على قد الشغل بطريقه عبد الحليم، فولا حد نجح. طبعا اكتر شخصيه ايضا عانت من ده كان كمال حسني لو فاكره، طبعا غالي عليا، غالي عليا ايوه، وعملت له فيلم ماري كويني كويس كان اسمه ربيع الحب، ومين اللي كان بيدعمه؟ كاتبنا الكبير موسى صبري. وجابوا له ايه بقى؟ شوف عشان تعرف انه النجاح في خصوصيه وفي تفصيله صغيره. شاديه لا لحن الوفاء كان فيه شاديه، وكان فيه حسين رياض، وكان فيه من الشعراء محمد علي احمد، ده شاعر مهم قوي طبعا، ومحمد الموجي طبعا، ومنير مراد. حلو. جابوا كل المجموعه دي بالاضافه الى، لم يكتفوا بهذا القدر، اضافوا او جابوا المخرج ابراهيم عماره، وجابوا الكاتب محمد مصطفى سامي. شوف كل العناصر اللي عملت لحن الوفاء. في 55 عملت نفس الفيلم ده ربيع الحب في 56، وكان في صحافه واقفه مع كمال حسني، وكاتب كبير بحجم موسى صبري طبعا لا يستهان بقلمه على الاطلاق كويس. ايه اللي حصل؟ كانت ماري كويني نفسها كانت متعاقده معاه على ثلاث افلام، عملت فيلم واحد خلاص. السؤال بقى ودي اصلها كانت دايما قصه كثيره الحكي، هل كمال حسني ظهر في التوقيت ده لمحاربه عبد الحليم، وهل كمال حسني اختفى لانه حصل حرب مضاده او هجمه مضاده ومرتده من عبد الحليم؟ خلينا الجزء الثاني بيكذب نفسه بنفسه اللي هو لماذا اختفى. اختفى لانه ما قدرش يحقق نجاح في الداخل، وكان موظف في البنك الاهلي، انا شفته قابلته يمكن من خلال سنه مره كده في الشارع. لا والله يا كويس، انا احبه بصراحه قوي يعني. ايوه هو راجل طيب فعلا بكل. جميل يعني، بس الخطا انه الانتقام ما يخلقش فن. هي اللي حصل ان ماري كويني كانت عايزه تجيب عبد الحليم في بطوله فيلم. عبد الحليم من النوع اللي ما ينساش الاساءه، فاختزنها يعني. فهي كان حصل فيلم اسمه فجر كان اخرج عاطف سالم. عاطف سالم قال له عبد الحليم انا هقدمك تغني التتر ووشك هيبان، وشه هيظهر في تتر، في تتر فيلم. طبعا دي كانت منامش ما نامش. ماري كويني قالت لا وشه مش فوتوجينيك. فعاطف قال له معلش هيبقى صوت بس، فشلها ففضل شايل. مين اللي حكى لي الواقعه دي؟ بقى الاستاذ كمال الطويل، الاستاذ عاطف سالم اكدها لي. لكن اللي حكى لي ايه الانتقام بقى؟ انه ماري كويني كل ما اتكلم عبد الحليم يهرب. فكلمت كمال الطويل هو ليه بيهرب، فساله فحكى له الواقعه، قال له لا ما هي عملت كذا، ولو اديتني ثلاث اضعاف يعني كان بياخد 1000 هتديله ثلاثه برده مش هيشتغل برضو. لا. فهو اللي بيطلع بناء على انك تضرب، وده بيحصل كتير، اقول لك انا هضرب ورده واطلع فلانه ما بتطلعش فلانه، انا هضرب عبد الحليم ما بيطلعش. يعني فكره انه او مثلا يبقى في نجم في السماء وعايز تضربه فطلع له واحد تاني يقول لك ده بقى ايه هيزيح هياكل منه الجو وهيشيل ام كلثوم، ما بيحصلش. عمر الانتقام ما بيخلق مبدع، بيتقتل المبدع اللي هو بيبقى نتاج معركه ما حدش شايفها. يعني بقول لك الكلام اللي قلت لك ده اكيد على الشاشه ما حدش شايف حاجه، هم شايفين انه في فيلم معروض وفي شاديه اللي بيحبوها وفي مطرب صوته مقبول والحان حلوه عملها له الموجي ومدير مراد، وعمل دويتو مع شاديه زي عبد الحليم برضه بالظبط، لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح، ونفس دويتو جميل والكلام حلو واللحن حلو، لكن ينقصه الخصوصيه. فظل كمال حسني تاريخ جميل يعني. بس دي كانت التجربه الاولى والوحيده كفيلم. حاولوا معاه في الاذاعه شويه حاجات برضو، ما اغاني اذاعيه وبتاع، ما ربنا ما قررش لانه لا يمتلك خصوصيه. بيظهر بقى ساعات توابع يعني، ما هو التلباني بشكل او باخر احد التوابع، انه يطلع حاجه شبيهه ما فيش خصوصيه، ماهر العطار مش يطلع كده التوابع. محرم فؤاد لا كان عنده خصوصيه، محرم صوت لديه خصوصيه، محرم فؤاد صوت مهول بالمناسبه، مهول طبعا، وعنده خصوصيه يعني. الموجي لما لحن له عمل له حاجات ما يقولهاش عبد الحليم يعني. بس هل محرم فؤاد خد حظه؟ محرم فؤاد بيفتقد فن قياده الموهبه يعني، لدرجه هقول لك حاجه، في مشكله عند محرم فؤاد انه عبد الحليم بيعرف يلحن بالمناسبه لكن عمره ما لحن. ام كلثوم بتعرف تلحن، لحنت لحنين وما كررتش التلحين، واخد بالك؟ مش اي يعني، قنديل عمل لحنين ثلاثه حلوين، لكن تلاقي رصيد قنديل داخل فيه محمود الشريف واحمد صدقي وكمال الطويل والعباقره دول كل اوراد السنباطي وهكذا.
مشكلة محرم انه قرر ان يلحن لنفسه. وقال لك ايه الموجي وايه الطويل وايه بليغ، انا اللي هلحن. فتلاقي صحيح الحن في اطاره الخاص. هو صحيح ما اقدرش انكر عنه قدرته على التلحين، لكن ما اقدرش اقول ان هو ملحن بموهبة الاسماء اللي قلنا عليها. فهنا برضو سببه ايه اللي خلاه بعد رحيل عبد الحليم، هو كان في التصور عندما يموت عبد الحليم في 77 هو اللي هيمسك الرايه، ما مسكش الرايه ليه؟ لانه بدا يلحن لنفسه. كان ممكن يلحن لحن ويسيب خمسه للموجي وبليغ والطويل. صحيح. ما حصلش. فدي المشكله. دي بقى حواديت حلوه. صحيح هي كانوا 10 دقائق او هما 9 دقائق بالظبط يا عمرو، بس ماشي. في 9 دقائق دول قلنا برضو كلام مهم جدا اعتقده سوف يثير جدلا، خصوصا فيما هو متعلق بعبد الحليم حافظ وكمال حسني رحمه الله على استاذ عبد الحليم. اظن كده كمال حسني اظن عايش يعني. لا لا مات من زمان، توفى مات الله يرحمه ايضا. فخلونا لازم نكمل الحدوته دي في لقاء. وعايز اقول لك الصدفه بقى، الصدفه انه مات في ذكرى عبد الحليم، فبرضه حتى في الموت، حتى الموت عبد الحليم خد منه الكاميرا. شوف بقى شوف القدر، سبحان الله. ده بيفكرني بوفاه منير مراد رحمه الله عليه بالمناسبه برضو، يعني كان مع السادات، مع وفاه السادات رحمه الله عليه، وبالتالي مفيش حد حضر الجنازه بتاعت منير مراد على كل، او قليل يعني، مش مفيش حد حضر ولا حاجه. هو للاسف خلص اللقاء، بس احنا لازم هنكمل باذن الله لو كان العمر الاسبوع اللي جاي كده في لقائنا القادم مع كاتبنا وناقدنا الكبير استاذ طارق الشناوي. لحد كده خلصت الحلقه، ده يكون موجود معاكم كريم رمزي رقم 10، اما انا فنستقبلكم في الاسبوع الجديد ان شاء الله. سلامات.